النشرة الرياضية المفصلة من الميادين. السلام عليكم. فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني أصبح شبه مستحيل. اعتراف سيرجيو راموس يوجز حالة النادي الملكي بعد التعادل المفاجئ أمام بلد الوليد. صاحب هدف التقدم للميرينجي قال إن فريقه أهدر فرصة لن تتكرر. فهو ورفاقه لعبوا بتراخ أمام فريق مهدد بالهبوط فتلقوا هدفا في الوقت القاتل. المباراة شهدت خروج كريستيانو رونالدو في الدقيقة 8 بسبب الإصابة، ما سيطرح علامات استفهام كبيرة عن مشاركته في المباراة المقبلة. الريال بقي في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الوصيف وأربع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل مرحلتين فقط على ختام البطولة. وعلى عكس ريال مدريد، كان مانشستر سيتي على موعد مع انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مرحلة واحدة على ختام البطولة. السيتيزنز أكرم وفادة ضيف أستون فيلا برباعية سجل منها البوسني المتألق إيدن زيكو هدفين. فريق المدرب مانويل بيليغريني رفع رصيده إلى 83 نقطة متفوقا بنقطتين على ليفربول، ويخوض طرفا القمة الجولة الأخيرة من البريمير ليج على ملعبيهما. فيلعب السيتي مع ويست يونايتد ويلتقي ليفربول مع نيوكاسل. نصف سكان الكون سيتابعون مباريات كأس العالم في البرازيل التي تنطلق في 12 من الشهر المقبل. السلطات البرازيلية توقعت أن يصل عدد المشاهدين إلى 3,600,000,000 شخص حول العالم، أرقام تمثل زيادة بنسبة 12.5% عما كانت عليه في مونديال جنوب أفريقيا. ساعات البث التلفزيوني خلال العرس العالمي ستصل إلى 73,000 في أكثر من 200 دولة، ما يوازي تشغيل جهاز التلفاز لمدة 8 سنوات من دون انقطاع. إضافة إلى المشاهدة عن بعد، يتوقع استقبال 600,000 سائح أجنبي وضخ 13,500,000,000 دولار في إجمالي الناتج المحلي. الإبهار البرازيلي في المونديال لن يقتصر على اللعب داخل المستطيل الأخضر. جديد بلاد السامبا نحت وجوه نجوم اللعبة الشعبية الأولى على البطيخ. كيف تتم العملية؟ نتابع في التقرير التالي. طيعا يبدو البطيخ بين يدي روجيرو هولندا. موهبة الرسم تسهل الأمر على رئيس الطباخين في مطعم سان رافائيل في ساو باولو. يبدأ هنا بنحت صورة نجم برشلونة نيمار، يرسم الوجه بدقة ومن ثم يبدأ بالتفريغ وينتهي مع صورة طبق الأصل. أنا طباخ وما أقوم به هو مجرد هواية لأدخل الفرحة إلى قلوب الزبائن، فعادة ما نفعل ذلك ويأتي صاحب الوجه ويتفاجأ ويشعر بالسرور، وهذا الموضوع لا يقدر بثمن بالنسبة إلي. ابن 29 عاما اكتشف موهبته قبل 12 سنة. أحد السياح نسي آنذاك مجلة وعلى غلافها وجه نحت بالبطيخ. لم يضيع الوقت وبدأ بالمحاولة هو وابنه، فنحت زهرة ثم انتقل إلى الأصعب وهو نحت وجه زوجته ونجح. كان النحت يستغرق معه وقتا طويلا، وهو يفتخر اليوم بأنه ينجز معظم منحوتاته خلال 20 دقيقة. نالت موهبة البرازيلي إعجاب كل المشاهير الذين مروا بفندق سان رافائيل. الأسطورة البرازيلي السابق زيكو كان أحدهم، فقد فوجئ هولندا ذات يوم بتلقيه قميصا وعليه توقيع زيكو. مع اقتراب انطلاقة المونديال يزداد طموح البرازيلي برؤية مشاهير الكرة العالمية. لم أكن أتخيل أن أحصل على قميص موقع من زيكو، كان أمرا رائعا، ولكن الآن أنتظر الشيء نفسه من ميسي ونيمار ورونالدو، وسنرى إذا كان لديهم مستوى كرم مماثل. هولندا يعلن استعداده لنحت أي شخص مشهورا كان أم لا، لكنه أنهى الحديث بالإعلان أن نجمه المفضل هو كريستيانو رونالدو. كرة القدم اللبنانية في قلب عاصفة المراهنات مجددا. علي السعدي اسم يتكرر في قضية التلاعب. الصفاء أوقف مدافعه وكشف عن إجراءات تطال آخرين. مهارات عالية. محمد حيدر بينفذ. التلاعب والمراهنات مجددا في الكرة اللبنانية. نادي الصفاء أوقف لاعبه علي السعدي لأجل غير مسمى. رابطة جمهور النادي أكدت في بيان وزعته أن اللاعب لم يتصرف بروح المسؤولية تجاه ناديه، وتأكدت من كافة المعطيات المتعلقة بتورطه في المراهنات والتلاعب.
أمين سر بطل لبنان هيثم شعبان يؤكد تورط السعدي، ويشير إلى أن النادي بصدد إجراءات مشابهة لإداريين سابقين وحاليين في النادي، مقابل إبعاد هذه الشبهة عن الرئيس السابق بهيج أبو حمزة المسجون بدعوى رفعها النادي. يعني في مفترق طرق بالمباراة الأخرانية كانت بين النجم صفا واللي عمل فيها اللاعب علي السعدي عدة أخطاء فادحة، اتخذ في النادي هذا القرار. علي السعدي. السعدي أدين سابقا في القضية ذاتها قبل عامين حين تم إيقافه مع العديد من اللاعبين المتورطين، مشكلة كانت السبب في تراجع منتخب الأرز في تصفيات مونديال البرازيل ثم تصفيات كأس آسيا. بعتقد في حدا تاني من بعض اللي كانوا إداريين سابقين، مش بالهيئة الإدارية بس إداريين تولوا على الفريق بالمرحلة السابقة، ربما يتبين أنه لهم ضلع بموضوع عملية علي السعدي، طبعا سنلاحقهم قانونيا. لم يتحرك اتحاد الكرة بعد بانتظار معطيات أكثر، وشعبان طالب بمقاضاة مكاتب المراهنات. المراهنات إذا ما قدرنا نحن قضينا عليها ستقضي على كرة القدم اللبنانية. في أحد اللاعبين الموقوفين يعني هو عراب هذا الموضوع، في لاعبين طبعا ما حسمي بس هن ذاتهم اللي كانوا مشاركين بالتلاعب بنتائج المنتخب، هن لازالوا بعضهم عم يلعب شيء من أستراليا شيء من بلدان تاني، بس هن اللي عم بيصيروا هذا الموضوع. الأيام المقبلة ستكشف تطورات جديدة في الآفة المتواصلة في كرة القدم اللبنانية. التلاعب أضر بمنتخب الأرز سابقا، والأندية تتحرك لألا ينسحب إليها. والآن إلى جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم مع محمد جرادي. تفضل محمد. شكرا جزيلا، السلام عليكم مشاهدينا. إذن نسهل جولتنا الصحفية مع سبورت الإسبانية وملف انتقال سيرخيو أغويرو إلى برشلونة. الصحيفة الكتالونية كشفت عن تحديد مانشستر سيتي السعر الأولية لانتقال هدافه الأرجنتيني بما لا يقل عن 70 مليون يورو، وذلك نقلا عن لسان المدير الرياضي تكسيكي بيغرشتاين. لويس فان غال يخرج عن صمته ويعرب عن رغبته بالانضمام إلى أحد أكبر أندية العالم مانشستر يونايتد. ديلي ميل الإنجليزية انفردت بالخبر ونقلت عن الهولندي البالغ 62 عاما تقديمه رسميا كمدرب جديد في أولد ترافورد الأسبوع المقبل. نبقى مع ديلي ميل الإنجليزية. وروبن فان بيرسي يطلق العنان لنفسه للتكلم عن مهارات ابنه في كرة القدم. النجم الهولندي خلال إحدى حلقات برنامج ذا كلير بالدن شو أعرب عن فخره بابنه البالغ 7 سنوات والمنتمي لأكاديميتي مانشستر يونايتد وسيتي، وتطرق نجم الشياطين الحمر إلى علاقته براين جيجز فوصفه بالرائع وتمنى له الأفضل مهنيا. عربيا وتحديدا من لبنان، صحيفة الأخبار عنونت صدمة الكرة اللبنانية الثانية منتخب الفوتسال خارج آسيا، وفيها لاعب منتخب لبنان محمد قبيسي يمر عن الأوزبكي في إحدى اللقطات وأعرب عن الشعور المخيب للبنان بخروج منتخب كرة الصالات. إلى صحيفة السفير والفيبا يرفع الحظر عن لبنان، وفيه إن فانتهت الجريمة التي ارتكبها الاتحاد اللبناني لكرة السلة السابق والذي عاد معظم أعضائه إلى الاتحاد الجديد بالرعاية نفسها للاتحاد السابق برفع الاتحاد الدولي الفيبا الحظر الدولي المفروض على لبنان رسميا في رسالة وجهت إلى الاتحاد اللبناني. مع صحيفة السفير والحظر على كرة السلة اللبنانية نصل إلى ختام هذه الجولة، عودة لمتابعة النشرة. شكرا محمد. نكمل مع كرة السلة اللبنانية التي خرجت إلى الحرية بعدما رفع الاتحاد الدولي للعبة الحظر المفروض على لبنان منذ الصيف الماضي. تقرير يلقي الضوء. عادت كرة السلة اللبنانية إلى الخريطة الدولية بعدما دفعت اللعبة الشعبية الأشهر في بلاد الأرز ثمنا باهظا. فاتورة خلافات الأندية مع الاتحاد المحلي السابق أودت بأحلام اللبنانيين بعدما تبخر حلم المشاركة في بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي. لحظة دخول وليد نصار إلى رئاسة الاتحاد اللبناني لكرة السلة وعد بإعادة بلاد الأرز إلى المشاركات الخارجية، وقال إنه سيعمل لاستضافة بطولة
العالم في العاصمة بيروت. في عنا منتخبات وطنية كتير مهمة على المستوى الفني والتقني، كانوا عددهم 7 نزلناهم لـ3. عنا المنتخب الأول رجال ومنتخب الأندر 18 و14 سيدات رجال لآخر السنة. نحن في عنا هلا سكادجول، هدفنا بطولة العالم، يعني بدنا نمشي فيه ستيب باي ستيب. 2018 صار. بقى نحن هذا هدفنا. خلافات القيمين على السلة المحلية ليست وليدة صدفة، بل هي مشاكل سياسية انتقلت من الملاعب وعلى طاولة الاتحاد. فما الذي يكفل عدم العودة إلى السيناريو نفسه كما حصل سابقا؟ الآلية الجديدة اللي عدلت وأقرت بالتنظيم بالقانون الجديد، هيدي اللي حميت هلأ الاتحاد، لأنه اليوم أي اتحاد بده يمشي عكس هيدي القوانين بحق له، أي نادي بحق له الاتحاد يشطب هيدا النادي. قبل تصاعد الدخان الأبيض من مقر الاتحاد الدولي في سويسرا، أعاد الاتحاد المحلي تعيين غسان سركيس مدربا للمنتخب على أن تكون بطولة غرب آسيا الأولى على أجندة الاستحقاقات الخارجية. رفع الحظر الدولي يأتي بالتزامن مع الأدوار النهائية لبطولة لبنان، بطولة تعكس الوجهة الاحترافية للعبة، لكن قوانينها لا تزال بعيدة عن المستوى على أرض الملعب. من السلة اللبنانية إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وسريعا رد أوكلاهوما سيتي ثاندر على خسارته أمام لوس أنجلوس كليبرز في افتتاح سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية. الثنائي كيفين ديورانت وريسل ويستبروك قاد صاحب الأرض إلى معادلة السلسلة، فسجل الأول 32 نقطة والتقط 12 متابعة ومرر 9 كرات حاسمة. أما ويستبروك فحقق ثلاثية مزدوجة مع 31 نقطة و10 متابعة ومثلها كرة حاسمة. كليبرز سيكون أمام استعادة التقدم عندما تنتقل السلسلة إلى أرضه غدا الجمعة لإقامة المباراة الثالثة. هكذا مشاهدينا نصل إلى نهاية النشرة الرياضية المفصلة. لمزيد من أخبارنا دائما الميادين دوت نت. شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم.